يكون رئيس الجلسة الدكتور عادل شنان، دكتور حسان صواف وسيم خضرة. تفضل دكتور منشان نشوف. أوكي، الموضوع تبعنا هو عبارة عن التهاب المفاصل. طبعا المحاضرة هي عبارة عن من قبلي وقبل دكتور ياسر صافي. مثل ما بنعرف انه المفصل عم يتألف من منطقة عظمية، عظم وعظم وغضروف والسائل المصلي والغشاء، السائل والغشاء المصلي. إذا منطقة دكتور عادل تفضل خذ موقعك يا سيدي. إذا في عندي منطقة عظمية غضروف، في سائل مصلي وغشاء مصلي. طبعا وقت بيلتهب المفصل ساعتها بصير في وزمة، ساعتها بصير في التهاب، في قيح، وبالتالي بصير في انتباج بالنسج الرخوة وبتوزم المفصل وبيظهر على الصورة الشعاعية على شكل نقص تكلس. بينما بالمرنام بيكون ساعتها صار في وزمة، ساعتها بيظهر معنا بالصورة بالمرنام ناقصة الإشارة بالزمن الأول، عالية الإشارة بالزمن الثاني. هاي هي المفصل مثل ما كنا شايفين، مفصل غضروف وسائل أمني وسائل مصلي وغشاء مصلي. طبعا الطريقة الأساسية لتشخيص التهاب المفاصل هي عبارة عن 1 القصة السريرية والفحص السريري، 2 الفحوصات الدم، 3 الصورة الشعاعية. إذا بتأتي الصورة الشعاعية بالدرجة الثالثة بعد فحوصات الدم والقصة السريرية. طبعا بالحاله الحاده مثل ما قلنا انه بينتبه بصار في انتباج بالنسج الرخوي، صار انتباج بالمفصل. بينما بالمرحله المتقدمه ساعتها بصير في تخرب وفي بصير في تنخر وفي تصلب، كمان ببين معنا عند بالصوره الشعاعيه منطقه متصلبه، بينما بالمرنام ببين معنا على شكل ناقصه الاشاره بالزمن الاول والزمن الثاني. هذا التهاب مفصل استحالي مثل ما احنا شايفين، الغشاء المصلي او منطقه الغضروف تخربت وبالتالي تشكلت كيسات كاذبه تحت منها وصار في عندي انصباب وبعدين التحام المفصل كلياته. طبعا اكثر التهابات المفاصل اللي بنشوفها هو عباره عن الروماتويد ارترايتس. طبعا شو هي اسباب التهابات المفاصل؟ قد تكون اسباب اوتو اميون مناعيه، قد تكون اسباب استقلابيه مثل جاوت او النقرس، قد تكون اسباب غير معروفه مثل بيجمنتد التهاب الزغاب العقيدي، وقد تكون باسباب اخرى. طبعا اكثر شيء هو عباره عن روماتويد ارترايتس والديجنريتيف ارترايتس. التهاب المفصل الروماتيزمي مثل ما احنا شايفين غالبا بيقولوا انه بال 20 ل 55 سنه وبيعطيني بياخذ المفاصل الصغيره وبتكون غالبا بشكل متناظر. بالمرحلة الايرلي المرحلة الباكرة بصير في التهاب، في انتباج بالمرحلة الباكرة بصير في نقص تكلس وفي عندي زيادة في عرض المنصف، في زيادة في عرض المفصل وانتباج وفي وزمة قديمة حول المفصل. واللي بيكون العلامة الأساسية هو عبارة عن الروماتويد فاكتور أو العامل الروماتويد فاكتور بوزيتيف بيكون بالبلد. طبعا التهاب المفصل الرثواني بصيب المفاصل الصغيره، المفاصل المشطيه السلاميه والسلاميه السلاميه، ولازم ينصابوا المفاصل الرسوغيه مثل ما احنا شايفين. بالمرحله المتاخره لالتهاب المفاصل الرثواني بصير في تخرب عظمي، بصير في انقراص المسافه المفصليه، في بصير تحت الخلع وبصير اولنر ديفيشن، انحراف زندي مع ضمور في النسج الرخوي مثل ما انتم شايفين على الصوره الشعاعيه. ولاحظ المفاصل على الاكس راي كيف كلها متشوهه. لاحظ عظام الرسو كمان ايضا مصابه، ومصابه بالتخرب هذول اذا قالوا لنا الهول ماركس تبع الروماتويد ارترايتس هو بيكون عباره عن بون ايروجنز، تخرب العظام، تخرب عظمي وتضيق السطوح المفصليه والتخرب السطوح المفصليه المفصل وتحت الخلع. مثل ما احنا شايفين لازم تنصاب العظام الرسو اول شيء، وبعدين تنصاب المفاصل المشطيه السلاميه او المفاصل السلاميه محتمل تنصاب المفاصل الكبيره بالتهاب المفاصل الرثواني مثل مفصل الركبه، وساعتها بيعطينا مثل علامات ديجنريتيف ارترايتس لكن ما في عندي مناخير عظميه محيطيه.
لاحظ على الصورة الروماتويد أرترايتس هو عبارة عن انقراص مسافة مفصلية مع تصلب السطوح المفصلية، لكن ليبينج أو أستيوفيتس ما في. قد تصاب مفاصل الرقبة بالتهاب المفصل الرسواني وبصير في تخرب السطوح المفصلية، وغالبا بتصيب بين الفقرة الأولى وقاعدة الجمجمة أو بتصير أوقات بين الفقرة الرابعة والخامسة. مثل ما قلنا انه بالالتهاب الحاد او المرحله الباكره بصير فيه بون مارو إديما، وبون مارو إديما بنلاقيها على الصوره تي 1 بسودا بالزمن الاول مثل ما احنا شايفين، وبيضة بالزمن الثاني. قد الروماتويد أرترايتس اذا صورنا الركبه بالمرنان ساعتها بنلاقي البيرسا او البيرسا اللي خلف الركبه بتلاقيها صارت متوزمه ملتهبه مقيحه، وبالتالي بتبين معنا السودا بالزمن الاول وبيضه بالزمن الثاني، او بتاخذ كونتراست بعد ما حقنا ماده ظليليه. نفس الشيء البيرسا تبع العنق القدم بمكان الوصل بين الوتر اشيل والعنق العقب، هون المنطقه كمان بتصير لونها السودا مثل ما احنا شايفين بالزمن الاول، والسودا بالزمن الاول وبيضه بالزمن الثاني. التهاب المفصل الديجنريتيف الاستحالي هو الوزن الجسم كلياته بيتوزع على العمود الفقري وعلى الحوض وعلى الوركين، وبالتالي اكثر المفاصل بتنصاب فيه هو عباره عن هذه المفاصل. طبعا بيصير بيتاكل، بيصير في تاكل بالغضروف، وبصير في تشكلات كيسيه تحت الغضروف، كيسات كاذبه، بعدين العظام بحكوا على بعضه البعض، بصير في تصلب، بتشكل مناخير عظميه، وبيتشكل غاز ضمن المفصل، واحيانا لوز بدي او اجسام حره. غالبا الديجنريتيف ارترايتس بيكون بالمفصلين، واذا شفنا نحن مفصل واحد ومفصل الثاني سليم ساعتها بنقول انه السبب هو احد الاسباب الثانيه التهابات المفاصل، لكن نتطور للديجنريتيف ارترايتس. طبعا اهم شيء بالنسبه لمفصل الورك هو وقت نشوف علامات التهاب مفصل تنكسي لازم نفرقه عن الافاسكولار نكروزز. وطبعا التهاب المفصل النخري مثل ما بنعرف براس عنق الفخذ بصيب بالراس الفخذ، وبصير بقع ناقصه الكثافه وتخرب واتكال في راس الفخذ. طبعا العنق بيكون سليم، بينما بالتهاب الاوستيو ارترايتس التنكسي بيكون في انقراص وتصلب مسافه مفصليه وتشكلات مقهريه في المحيط. يصاب المفاصل العمود القطني ايضا بالديجنريتيف ارترايتس، وبنقدر نشوف الديجنريتيف ارترايتس بالفاسيت جونز مثل ما احنا شايفين على الصوره اللي بالمنتصف. لاحظ العلامات التهاب الاستحالي في الفاسيت جونز، بينما اللي على اليسار هو عباره عن مفصل طبيعي. قد يصاب القرص بين الفقرات كمان نفس الشيء، هون الفاسيت جونز كيف مصاب واعطانا علامات تضيق في المسافه المفصليه، تصلب تحت الغضروف، مارجنال اوستيوفيتس او ليبينج، وفي عندي كيسات كاذبه، وفي عندي غاز حر ضمن القرص، بعدين لوز باديز. قد يصاب الديسك بين الفقرتين بالديجنريشن، واول ما يصاب الديسك بالديجنريشن ساعتها بيخسر الووتر تبعه، بيخسر المي تبعه، وبالتالي ساعتها بتصير ناقص الاشاره بالزمن الثاني، اول ما يكون عالي الاشاره بالزمن الثاني بالام ار اي. كمان بالمرحله الثانيه بصير تضيق السطوح المفصليه، وبنقدر نشوفها هي بالاكس راي او الام ار اي او السي تي. واخر شيء بصير في استحاله بالقرص بنسميها فاكوم فينومينا، وهي بنقدر نشوفها بالسي تي او بالاكس راي. مثل ما احنا شايفين الفاكوم فينومينا هي عباره عن بالقرص بين الفقرات، لاحظ كيف السواد فيها، وبنقدر نشوفها على السي تي او على الاكس راي. قد تتشكل اجسام اجنبيه، اجسام حره لوز بوديز داخل المفصل، هي نتيجه انكسار مناخير عظميه وتخربها وبنائية ضمن المفصل عباره عن 2 لـ 3. اما اذا شفناها كميات كبيره ساعتها بنسميها بنفكر بالاوستيوكوندروماتوزيس. الاوستيو ارترايتس او ديجنريتيف ارترايتس محتمل يصيب ايضا مفاصل اليد، لكن لازم يكون المفصل اول شيء المفصل المشطي مفصل المشطي الاسري الاول مصاب، وبعدين المفاصل المشطيه او المفاصل الرسغيه كمان مصابه. لاحظ التخرب، لاحظ الاتكال، ولاحظ التشوه في المفاصل الرسغ.
الالتهاب المفصل بالحمض البول بيرتفع الحمض البول بيترسب بالمفصل المشطي السلامي الاول عاده، وبساعتها بياكل المفصل وبيخرب العضو وبيصير في انتباج بالنسج الرخوه وبيحمر المفصل مثل ما احنا شايفين بتترسب البلورات في هذه المنطقه. لاحظ كيف المتخرب المفصل والبلورات كيف متفلسه بالمحيط. قد تترسب بلورات حمض البول العالي هي عباره عن بالبرسه خلف المرفق وتظهر على شكل تكلسات عديده خلف المرفق مثل ما احنا شايفين، او قد نلاحظ تكلسات البلوريه اللي نشوفها بمفصل الركبه. والتشخيص التفريقي يكون عده شغلات، قد يكون النقرس الكاذب او النقرس الطبيعي او العادي او فرط نشاط جرات درق او اسيو ارترايتس او اوكن كورنون نوزز او داء ويلسون او اكروميجالي او هذه الشغلات هيك. طبعا الساينوفر اسيو كندروماتوزز هو عباره عن استحاله بالغضروف المصلي بيتخرى وبيتكلس بصير معنا على شكل المنظر هذا اللي بنشوفه مثل علامه البوشار. لاحظ ساينوفيا الاسيو كندروماتوزز مثل علامه البوشار ضمن المفصل. الذئب الحماميه بتصيب العلامات السريريه تبعها معروفه، فحوصات الدم معروفه تبعها، بتصيب اليدين ما بتصيب تخرب بالعظام لكن بصير تشوه بالمفاصل وبنسميها تشوه ردوده. يعني اذا صورنا المريض لاحظ على الصوره هي المريض بتقول انه في تشوه كثير، اذا شدينا الايد اللي احنا بنلاقيها رجعت طبيعيه، هذا بنشوفه بالالتهاب المفصل الذئب الحماميه. نلاحظ نفس الشيء هون تشوه في محور في الاصابع والامشاط لكن عظام الرسغ سالمه وبالتالي لا يمكن تكون هي روماتويد ارترايتس. بتساوي خسرات بالاوعيه واكثر شغله بتساوي افاسكول نكروزز بالهيب. وعلامه الاساسيه للالتهاب مفصل النخري في الهيب هو عباره عن المنطقه الشفافه ناقصه المنطقه السوداء تفصل المنطقه المتموته عن المنطقه السليمه. طبعا المنطقه المتموته تكون اول شيء سائله بتكون ساعتها سوداء بالزمن الاول بيضاء بالزمن الثاني بعدين بتتكلس بتصير سوداء بالزمن الاول والزمن الثاني. طبعا علامات متقدمه بنشوفها نحن بالاكس راي. لاحظ لهون الخط العظم المنطقه المتموته اللي هي قد تكون بشكل ستريت او قد تكون بشكل متعرج عم تفصل المنطقه المتموته عن المفصل الطبيعي المنطقه الطبيعيه. لاحظ كمان المنطقه المتموته مع الخط خط الفاصل بيناتهم. اذا صورنا نحن بصوره شعاعيه وطلع معنا علامات التهاب مفصل نخري باليمين والشمال في داعي نساوي صوره بالمرنان؟ سؤال، الجواب هو لا ما في داعي لانه المرنان ما حيضيف شيء ثاني. بينما اذا كان نحن صورنا صوره وطلع معنا صوره اكس راي طبعا وطلع معنا التهاب مفصل افاسكولونكروزز بالليفت او بالرايت في داعي نساوي ام ار اي؟ طبعا في داعي نساوي ام ار اي لانه غالبا بيكون هو بالاتيرال بالطرفين. الانكيلوزنج سبونتلايتس هو بصير عاده المفصل الحقفي العجزي وطبعا العلامه السريريه وعلامات سريريه واضحه والفحوصات الدم بيعطيني على شكل اتش ال اي بي 27 بيكون عالي الانتيجين تبعها. طبعا بيصاب بالمفصل الحقفي العجزي وبيتصلب وبعدين بينمحي هذا المفصل. بعدين بتتصلب الاربطه بين الفقرات بنسميها بامبو سباين مثل ما احنا شايفين. بالاكس راي بالسي تي بنقدر نشوف التصلب على الصوره السي تي. بالنسبه للام ار اي مثل ما احنا شايفين بالزمن الاول هو عباره عن سوداء بالزمن الاول بيضاء بالزمن التالي معناتها هي حاله لساعتها بون نورو ايديما ما صار في تكلس. من مراحل متقدمه بنشوف التصلب على مستوى الفقرات القطنيه هي زمن الاول وهي زمن الثاني. التهاب المفصل الصدفي، طبعا الصدف له علامات سريريه واضحه مثل ما احنا شايفين بالركبه او بالعظام الصغيره باليد واللي بتوصل وبينصاب عاده المفاصل الاخيره السلاميه الاخيره. وعلى العلامه الاساسيه تبعها بنسميها بنسل ان كاب ديفورميتي، يعني بيكون السلاميه ما قبل الاخيره هي عراض مدببه والسلاميه الاولى هي عباره عن عريضه مثل ما حد شايفين انه الم محطوط ضمن المألمه تبعه. فينك انت فكرت علامه بنسل ان كاب مثل ما شايفين. قد تتشكل جسور عظميه بين جسم الفقره تحت وفوق
في منتصف جزء جسم الفقرة وليس في المحيط مثل التهاب مفصل تنفسي. بالام ار اي مثل ما شايفين بتكون تي 1 نعرف لون السوداء بالزمن الاول وبيضة بالزمن الثاني، او اذا حالنا كونتراست ساعه بتكون الماده الزليليه. طبعا اخر شيء او قبل ما اخر شيء هو عباره عن بيجمنتد بايلوميلير سينوفايتس، وطبعا هذا المفصل التهاب مفصل مو معروف السبب والمعالجه جراحيه، وكثير بيجي بفحص اطبائي بيساوي فحص البور عم تجيهم حاله كثير ليش عم تنحط ما بعرف، يعني انه بيحبوها الاطباء. هي الحاله هي عباره عن التهاب مفصل زغيبي عقيدي مفصلي، بتلاقي بترسب صار في التهاب بالمفصل المصلي وبترسب هيموسيدرين، وبيبدو معنا بالزمن الاول عباره عن رمادي بالزمن الثاني لونه اسود، وبصير في تخرب بالصدوح المفصليه السفليه. وهي الحاله فعلا شو عم تيجي كثير بفحوصات البورد السوري. أستيوكوندرايتس ليسنس هي عبارة عن التهاب نخري في اللقمة الأنسية أو الوحشية للعظم الفخذ، مثل ما شايفين هو كمان الالتهابات القيحية بيصل القيح للمفصل إما عن طريق مباشرة عن زاد عظم نقي أو عن طريق التروما أو عن طريق الجراحة، وبتخرب المفصل وبتخرب ما قبله وما بعده من الناحية العظمية. مثل ما شايفين التهاب مفصل قيحي. اخر شيء هو عباره عن داء بوت اللي بنشوفه، وهو عباره عن داء بوت بيصيب القرص بين الفقرات والسطوح المفصليه العلويه والسفليه، وغالبا بتصيب المنطقه الاماميه وبتشكل خرجات جنب منها. وشكرا لكم.